نصف تحرير ونصف معركة ونصف حل، هذا هو قدر تعز الذي وضعت فيه. فبعد يومين من المواجهات العنيفة بين الحملة الأمنية والجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون، اتفاق يقضي بوقف الحملة الأمنية مقابل التزام أبو العباس بتسليم المطلوبين في قضايا أمنية ورفع النقاط المستحدثة والانسحاب من المدينة. الاتفاق أثمر تمكين اللجنة المشكلة من السلطة المحلية بالمحافظة من استلام مجمع هايل الذي كانت الجماعة تتخذه مقرا لها في مدينة تعز القديمة. الحملة انطلقت قبل أيام لتطهير المدينة من العناصر الخارجة عن القانون وفرض حضور الدولة في جميع أنحاء المدينة. أحياء كاملة ظلت منذ تحريرها مغلقة أمام الأجهزة الأمنية وتخضع لمجاميع مسلحة متهمة بتنفيذ عمليات اغتيال ضد أفراد الجيش والأمن. لكن ما أن أغلق باب في جنوب المدينة حتى فتح آخر في الشمال منها، حيث أطلقت شرطة تعز حملة أمنية جديدة لضبط عناصر مطلوبة شمال المدينة استمراراً لعملية ملاحقة العناصر المطلوبة أمنياً في مدينة تعز، وبناءً على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية. تدخل الشرعية المتأخر كالعادة في كل أحداث تعز يضعها أمام جملة الاحتجاجات التي تعبر عن رفضها لقصور الدولة تجاه موجات العنف التي تضرب المدينة. أحداث دامية شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية سقط على إثرها قتلى وجرحى من المدنيين نتيجة الاشتباكات التي دارت بين الحملة الأمنية والعناصر الخارجة عن القانون، وشهدت الأحياء احتراق منازل نسبت جرائمها لعناصر أبو العباس. هذه الأحداث دفعت بمحافظ تعز نبيل شمسان لتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في هذه الأحداث التي صاحبت الحملة الأمنية في المدينة القديمة. تعيش تعز جولات من الصراع في أحياء المدينة وموجات من الفوضى، يرى الكثير أنها لم تكن لتطغى على حاضر المدينة الحالمة لولا الدعم الذي تتلقاه العناصر الخارجة عن القانون من جهات خارجية. شبكة CNN كانت قد كشفت في وقت سابق رحلة السلاح الأمريكي من السعودية ووصوله لأيدي القاعدة والميليشيات المدعومة من إيران في اليمن من أجل الولاءات والتأثير على المشهد السياسي وخلق الفوضى في تعز والمدن المحررة.